طب وبعدين يا طه هنروح فين دلوقتي؟ اي حته بس نمشي من هنا دلوقتي. طه استنى يا طه. راويه هو مين ده؟ استني مش وقته دلوقتي. طه طه في سوء تفاهم، ممكن تسمعني معلش؟ طب يلا يا رجاله نجيب دخان. ماشي. سعيدة. سعيدة. الحقيقة احنا أغراب مش من هنا. وكنت عايز مكان بس نجيب منه حاجة ناكلها. من عند الراجل. من عند الراجل، طب لو ينفع يعني تيجي توريني الراجل فين؟ لحسن أتوه. ماشي. ماشي. اتفضلي. أعذر مامتي يا طه. هي بتقول إن في مشكلة بينها وبين جدك. مشكلة اللي تخليه تعمل كل ده يعني؟ معرفش. بس أكيد هتبقى تقولي يعني. تحب اشوف لك بنسيون تاني تقعد فيه النهارده؟ لا لا ما ملوش لازمه، ارجع النهارده بالليل على طول. لا زي ما ينفعش، ما هو لو انت حكم دار المحروسه انا برضو حكم دار اسكندريه، مش اصول يعني تيجي لغايه هنا وما تخرجش وتتفرج على اسكندريه ولا ايه؟ ماشي بنت نسول.